وللمزيد من المتابعة حول تواصل حملات مرشحي الرئاسة الأمريكية معنا من نيويورك مباشرة موفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار. مصطفى، هل لك أن تنقل لنا تفاصيل الصورة لديك في ظل احتدام المنافسة بين المرشحين؟ تحية لك أولا ريهام الديب وللسادة المشاهدين ومشاهدي التلفزيون المصري. 3 أيام تفصلنا ريهام عن هذه الانتخابات، تلك الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، والتي تأتي في ظل صراعات وحروب دولية ليس لها حدود، من حروب في الشرق الأوسط وفي آسيا وصراعات محتدمة، بالإضافة إلى صراعات ونقاشات واستقطابات واتهامات أيضا في الداخل الأمريكي. ريهام، ميزة أو عنوان عنوانت به فاينانشال تايمز الأمريكية العنوان الرئيسي والمنشط الرئيسي عنها، وهي أن أمريكا على طول تاريخها والممتد ل 250 عاما منذ استقلالها، وهي لديها ميزة تنافسية ليست موجودة ولم تحصل في أي مكان آخر، وهي الانتقال السلس للسلطة دون يعني ربما إنجاز التعبير دون مؤامات أو دون صراعات أو دون اشتباكات أو دون عنف على الإطلاق. هذه الميزة ربما تهدد الآن بأنه سيتوقف أمر الانتخابات عندما يرفض أحد المرشحين الانتخابات الرئاسية ما سيكون أو ما ستكون عليه النتيجة. هذه في البداية ريهام، لكن دعيني أتحدث معك عن الاستقطابات والاتهامات في الداخل الأمريكي ومغازلة الجاليات المسلمة والجاليات العربية بالإضافة إلى الجاليات الأخرى. الانتخابات الأمريكية يتبقى عليها 3 أيام وسيكون يوم الحسم يوم الثلاثاء القادم. هناك ولايات متأرجحة ربما ستحدد مصير هذه الانتخابات، وربما الولاية الأهم في ال7 ولايات المتأرجحة هي ولاية بنسلفانيا، والتي ستحدد مصير المرشح ومن سيجلس على الكرسي البيضاوي في البيت الأبيض بعد أيام قليلة. لكن على كل أحوال ريهام، النقاشات وما يدور وما يستتبع أن يكون حاضراً في الذهن الأمريكي هو ملفات غاية في الأهمية. نبدأ بهذه الملفات، الملف المتعلق بالدين الداخلي والتي تخطى مليارات الدولارات، وهذا تحدث عنه المرشح الرئاسي دونالد ترامب وتحدثت عنه أيضاً هاريس. لكن الشاهد في هذا الموضوع ريهام أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب هو يعني جمله قصيرة ومحددة وبها وضوح كثير ولا تحتمل أي أشياء مختلفة أو متنوعة، لكن يعني متحدثة أو يعني أحدث الناخبات تتحدث وتقول ترامب، المرشح الرئاسي ترامب يتحدث عن أنه فور انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية سيعمل على وقف الحروب ليس في الشرق الأوسط فحسب، ولكن أيضا الحرب الروسية الأوكرانية والتي امتدت لأكثر من عامين وتحديدا من عام 2022 وحتى الآن. قال أن هذه الحرب ستنتهي فور انتخابه وفور وصوله إلى البيت الأبيض مباشرة. نعم. تحدث أيضا عن الحفاظ على النوع وهو قضية المثلية الجنسية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، قال أن هذا الأمر يخالف الفطرة السوية والفطرة السليمة للبشر. تحدث أيضا عن قضية غيرية وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية محتلة من قبل المهاجرين. تحدث أيضا عن الاقتصاد، عن أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وقال أنه سيعمل على وقف انهيار الاقتصاد الأمريكي وسيفرض رسوم على الواردات الأمريكية سيفرض رسوما على الواردات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20% على كل الدول، وسيفرض ما يقرب من 60% كضرائب ورسوم جمركية على الواردات من الصين. نعم، أشكرك جزيل الشكر مصطفى ميزار موفد التلفزيون المصري إلى نيويورك. شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية مصطفى.